بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أهلا بكم يا شباب. نكمل مع بعض دورة HR. وصلنا آخر فيديو عند موضوع عرض الموظفين، ونبدأ في إضافة الموظفين. نعمل عند تسجيل الدخول ونروح على قائمة شؤون. احنا خلصنا الضبط العام كلها، ننتقل على مين؟ بقيت الموظفين شباب اهي. تعال معايا كده على الاندكس بتاعنا، افتح معايا الفيوز. ادمن امبلوي اندكس. طيب يا شباب، هنا كده اول حاجه فوق عندي، فوق هغير التايتل بتاعها، هنقول بيانات الموظفين، تمام. وهنا اقول الموظفين، وهنا عندي الموظفين. طيب عندي اضافه جديد، راح على مين يا شباب؟ راح على امبلوي كرييت، تمام كده اهو. فش معايا شباب. طيب هنا اضافه جديد هنخليه سكسس. فريش هنا اضافه جديد كده معايا. تعال معايا على الكنترول بتاعنا، HTTP كنترولر ادمن امبلوي. هنا هعمل معاك داله جديده هنسميها بابليك فانكشن كرييت. يا شباب طبعا احنا الكلام ده قبل كده شرحناه كتير في الدوره على الضبط العام، شرحنا موضوع الاضافه والتعديل والحذف والبحث، فخلاص هنعدي الكلام ده بسرعه. يعني هنا بعمل هرجع مع حضرتك مين؟ الفيو بتاع الكرييت. هنا بقول له كرييت اضاف الجديد، فتح لي مين يا شباب؟ فتح لي الكرييت. كده تعال معايا نعدل على الفيو بتاع الكرييت. عندي هنا في الاندكس شباب، هنا دي امبلوي، تمام. هاخد دي كوبي كده اهو، كنترول سي، شكرا. تيجي معايا على مين؟ تيجي معايا على الفيوز بتاعتنا الكرييت. هستبدل الكلام ده اهو باللي معايا، واقول له هنا عندي عندي اضافه. طيب هنا اضافه مين؟ اضافه موظف جديد. طيب لما اعمل عندي الاضافه هروح على مين؟ هروح على انهي داله تخدم عليا بالبوست؟ داله مين؟ الامبلوي ستور، تمام الروابط بتاعي. طيب يا شباب انا عندي يا شباب حاليا اهو سيستم حاليا شغال فعليا اللي هو بند اضافه موظف جديد. البعض بيقول لك لو سمحت خليهم لي عباره عن بانل تحت بعضيها، وكل بانل فيها مجموعه من البيانات ليها علاقه ببعض. والبعض الاخر يقول لك خليهم مجموعه تابات جنب بعضيهم. والبعض يقول لك خليهم كلهم تحت بعض مجموعه من الحقول. لكن انا شفت افضل شيء احنا توصلنا ليه الشكل الحالي. تعمل عندك بيانات شخصيه في تاب زي كده اهو، تمام. وبعد كده عندك بيانات وظيفيه، ثم عندي بيانات اضافيه، تمام يا شباب. عندي هنا مجموعه من البيانات بالشكل ده اهو، تمام. وكل مجموعه ليهم علاقه ببعض، فاحنا كده ان شاء الله تعالى هناخدهم على اكتر من فيديو، وناخدهم كده ستيب باي ستيب مع بعض، ونخلي ايه هو الريكوايرد وايه الاوبشنال معانا. فاولا هتقول لي هنا طب انا عاوز اجيب هنا تاب بانل الديزاين ده يا شباب، انا هجيبه ازاي يكون متوافق مع البوت ستراب اللي عندي على الشغل بتاعي اللي هنا اهو. هقول لك ان عندك بالفعل عندك في لوحه التحكم اللي احنا عملناها في الفيديو رقم 7 من الدوره، لما عملنا تحميل اللوحه. افتح معايا كده هو الاندكس بتاعتك اهو يا شباب. هنا كده اهو يا شباب، تعال معايا نشوف. عندك كده اهو على فين يا شباب؟ هنا عندك في الاليمنت، الاليمنت اللي عندك، ثم شوف كم معايا النف بار اند تابس. طيب
تحت معايا شويه كتاب اهو شباب، عندك هنا اهو مجموعه من التابات جنب بعضيها. طيب دي كده ما فين معايا شباب؟ شوف كمان موجوده فين في اللينك بتاعنا، موجوده في صفحه البيج يو اي نافبار اتش تي ام ال. تمام. طيب هنا كده شباب كوبي معايا دي وتعالى معايا على البيجز يو اي ناف بار، اعملها اديت معاك. وهنا كده ابحث معايا عن مين؟ عن تاب كاستوم اكزامبل نيكست اهو شباب. هنا كده اهو هدخلنا على مين؟ على التابات اللي عندي اهو شباب، كلهم ايه؟ معمولين داخل مين؟ اهو معمولين داخل الكارد دي يا شباب. تعال معايا كده ايه اهو، كوبي معايا وتعالى معانا ايه على الكرييت. هنشيل ايه الكلام ده اهو يا شباب. تمام. مثلا طيب، و بعد كده شباب هنا كده اهو هعمل بيست الكود اللي معايا ونشوف. تعال معايا كده اهو على الاضافه، اعمل ريفرش معاك اهو شباب، ظهر لي مين؟ تمام، ظهر لي معايا التابات بالشكل ايه التالي. طب هو كده ايه الكود عندي متكرر ولا ايه بالظبط؟ كود متكرر. حلو خالص. ناخد يا شباب الاولى دي، ماشي ناخد مين الاولى؟ هنا عندك كاستم كونتنت جوز هير دي فين يا شباب؟ ديك الاولى كارد بودي. عندي كارد بودي الاولى. طيب هنا كده اقول لك كنترول زد معايا فاضيه اهي. وهنا نشوف انا عاوز مين يا شباب؟ انا عاوز اكزامبل ده. هو هنا ايه جايب لك اثنين اكزامبل، جايب لك اثنين اكزامبل. طيب هنا ايه الهوم دي ليها اي دي اباف هوم. تمام، ليها ايه اي دي اباف هوم. هنا كده اعمل فرشه مع حضرتك يا شباب، موجوده معانا هنا اهو. طيب هنا كاستم. تمام، يبقى انا كده ايه هقول له الكارد دي كلها معايا يا شباب اهو، الكارد كلها بتاعت الناف بار كنترول سي معايا. وهنا كده هعمل بيت زي ما هي، اعمل سيف. هنا كده اعمل ريفرش، هيظهر لي اثنين تابس زي كده اهو. هاجي ايه على الناف بار الثانيه اللي عندي واعمل لها حذف اهو شباب. هنا عندي يو ال اهي. تمام، وعندي ايه ليها كونتنت سيف معايا شباب كده اهو، ريفرش كده عندي ايه اهو شباب الكود شغال معاك، الكود ايه شغال معاك. طيب ان شاء الله تعالى هتلاقيني ايه الديزاين ده هو المحتوى ده انا هرفعه لك اونلاين. تمام، على ميديا فاير. وبرده عندك على مين؟ برده هتلاقيه عندك موجود على الجيت هاب. طيب تعالى معايا كده اهو، نقول ليه يا شباب اول حاجه تيجي معايا ايه هنغير الليبل ده اهو. تمام، هقول له ايه
البيانات المطلوبة للموظف كده. رفش معايا شباب. طيب هنا اقول له ايه؟ تكست رايت، يعني ايه؟ اخليه اقصى اليمين، سبيكت اليمنت التايتل بتاعي كارد هيدر. هنا اقول له ايه؟ تكست الاين رايت امبورتنت اه شباب تكست رايت هنا بقول ليه شباب؟ او انا هنا بقول له ده ايه الويتش بتاعه هيكون 100%، واقول له ايه تكست الاين رايت. امبورتنت اهو شباب تعالى معايا كده ايه على الاتش 3 اهو شباب. هنا كده اقول له ايه؟ هدي له ستايل اللي معايا. طبعا ايه انا هرفع لك الكود ده شباب، هو ايه الديزاين ده هو فاضي على الميديا فاير. تمام كده ارفش معايا كده على اليمين. طيب بعد كده شباب هنا ايه كاستم كونتنت بلو ده ايه انا مش عاوزها خالص، هعمل لها حذف. ريفرش ممتاز. تعال معايا كده نعمل ايه؟ اول حاجه هنا عندي الهوم، هنا ايه شباب اقول له بيانات شخصيه. تمام بيانات ايه شخصيه. تعال معايا نقول له ايه الهوم عندي اهو شباب، هنا اسميها ايه بيانات شخصيه. ريفرش. بعد كده عندي ايه بيانات وظيفيه. طبعا انت لو عاوز تقسمهم يعني اكتر من تاب حتى 20 تاب عادي، بس يعني كده ايه اقل شيء معانا يعني. وكده عندي هنا ايه التالتة معانا بيانات إضافية اهو شباب، شخصية وظيفية إضافية. طيب بعد كده عندي ايه السيتنج دي مش عاوزها في حاجة يا شباب. تمام اهو شيلها خالص. لو عاوز تغير انت ايه الايديهات دي تمام عادي يعني، انت ايه هنا كده اهو لو عاوز تغير مثلا الاي دي ده اهو كده تمام اهو مكرر معاك كام مرتين، عاوز تقول مثلا بيسك اهو شباب بيسك او ايه بيرسونال داتا ريبليس، وده مثلا انت عاوز تغير الاي دي بتاعه مثلا بيانات ايه قلنا بيانات وظيفيه. تمام هنقول ايه جوبس داتا ريبليس اول، وده مثلا عاوز اغير الاي دي بتاعه. تمام وليكن ايه اديشنال داتا ريبليس اول كده اهو شباب. فريش معايا بيانات شخصيه وظيفيه اضافيه زي الفل يا شباب. تمام تحت كده ايه لقى عندك السيتنج ده يعني خلاص حذفها مش عاوزها في حاجه سيف. تمام يا شباب كده احنا ايه جهزنا اول خطوه معانا في الديزاين بتاع الموظف. ان شاء الله تعالى هتلاقي الديزاين ده هو شباب فاضي معاك موجود على الميديا فاير، وكمان هرفع ليك البرانش الحالي ده هو على الجيت هاب. ان شاء الله تعالى هنكمل الفيديو القادم، وهنخلي ايه الفيديوهات الحاليه كلها صغيره بحيث ايه يكون مرتبه ومنظمه. فكونوا معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.